في ساعة شباب، كل شيء جديد معانا وكل شيء متغير برضو معانا. ضيفنا اليوم ثاني كذا انتقل للعمل، عفوا للعمل في أكثر من قطاع ومجال، بيبحث عن ذاته بشغف وإصرار، ما يئس، كان بالعكس متحدي لكثير من الظروف اللي واجهته، عمل في التسويق، في التدريب، في التطوع، في الإعلام والإدارة، طبعا كان حاضر وملهم لمن حوله في كثير. ضيفي ما شاء الله استضفته سابقا عدة مرات في مختلف المجالات، خلينا نقول ايش اقول، المستكشف محمد مدني، المتنقل محمد مدني. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله، الله يسلمك. ايش اخبارك؟ ما شاء الله عليك يا محمد، كل مكان استضيف فيه تكون في جهه معينه او في مجال معين، ما هو غلط، بالعكس دائما يعني شيء، يعني الناس تقول هي مو عارف ايش بيسوي او مو عارف ايش يبغى، بالعكس انت في هذه المرحله انت بتدور على نفسك بالشيء الصحيح، في مقابل لناس ثانيين كثير بيفضلوا في مجالات هم كارهينها ولا هم يبغوها وبييأسوا على طول. ايش سبب الاصرار هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. في كل يعني اول شيء انا اشكرك على الاستضافه واشكر فريق العمل كامل. بالنسبه للانتقالات هي جزئيه لا يفضلها او لا يحبذها اغلب الناس اللي تشتغل في الاتش ار، يعني اذا في متابعين من الاتش ار حيقول لك هذا غير ثابت. هي. بس فعليا اذا وجدت نفسك اكبر من حجم المكان، واذا وجدت نفسك يعني تطمح لما هو افضل وتنتج اكثر وتنتج بشكل افضل، اكيد من خلال اي تجربه مهنيه تقدمها او تقوم بها راح تكتشف نفسك بشكل او باخر. فبالتالي انت ما انت مضطر انك تفضل في مكان واحد فتره جدا طويله عشان لا تقتل بعض هذا الطموح. والانتقال سره مع محمد مدني هو البحث فعلا عن الافضل عاده، والمكان اللي اقدر اضيف فيه قيمه فعليه. حلو، يعني خلينا نقول لانك بتبحث للافضل، الافضل لنفسك، فانت بتتنقل كثير وما عندك مشكله في هذا الشيء، ما حسيت انه انت والله حضيع سنين من عمري، ما عرفت انا فين ابغى اروح، فين ايش ابغى اسوي. عاده هذه الفكره او هذا الاسلوب من التفكير يراود الشخص اللي كل ما انتقل لمكان او مجال يكون في مستوى اقل من السابق. هذا اللي يشعر بالخلل. لكن الحمد لله كل ما انتقل حتى لو كان المجال توتالي مختلف بانتقل الى مرحله افضل من السابقه. من كل بحر قطره ما شاء الله عليك. من كل بحر قطره، والاكسبيرينس انا الان يعني اقدر الاكسبيرينس اكثر من اشياء كثيره طبعاً. انا ما اقول طبعا لحد يدرس، لكن التجارب تمنحك خبره ذات قيمه ما غير موجوده في السوق عند اغلب الناس، يعني اغلب الناس تلاقيه في الوظيفه له 6 سنوات، في المجال له 12 سنه وما يزيد. صح، هذا شيء ممتاز، لكنك في الاخير حتكون انسان عادي. صح، انا ما اطمح لاني اكون شخص عادي. صح، بس هو فعلا انت صادق، الدراسه مهمه، انك تمسك شهاده في يدك، ان انت تخرجت لاي ظرف من الظروف في الحياه. صحيح، والخبره انك تكتسبها ممكن من انت صغير يعني، وما شاء الله يعني حلو انك تاخذ من كل مكان شويه بحيث انك انت تجمع يعني خلينا نقول كل خبراتك في مكان واحد. ما شاء الله في كذا مكان، ايش اكثر المراحل العمليه اللي عشتها وحسيت انك فعلا انتجت ولقيت انه جميل العمل بس انا ما بكمل فيه برغم يعني عشانك انت تغيرت فيه يعني؟ بصراحه الاعلام. الاعلام انتجت في الاعلام يعني قدر كافي من مما يعني يمكنني وصفه بانه كان شيء مؤثر. عاده البحث عن عمل او عن فرصه او عن مجال معين تمتهنه دائما يعتمد عليه مجموعه كبيره من القيم اللي تربينا على اساسها، الاساس والاصل فيها انك تاكل حلال. هذه ما فيها خلاف، واغلب المهن والمجالات تاكل فيها حلال. طبعا. ما ايش الاضافه؟ الاضافه انك تضيف شيء فعليا للمستفيد المباشر من خلال الدور اللي انت تقدمه. استفدت كثير من الاعلام لاني قدرت افهم المستفيد ايش يبغى. تعلمت خلال هذه التجربه الابعاد كلها، الفكر الاعلامي الى اي مدى يتجه. وقدرت اربطه بشكل مباشر مع مجالات ثانيه متنوعه، منها التسويق، منها الاداره، فعشان كذا على طول بعد الاعلام خرجت على الاداره بحيث انه اصنع الشيء اللي الماده الاعلاميه كان ينقصها اساسا ما كان موجود، فالاضافه وجود اضافه من محمد على المستفيد المباشر سواء كانت شركه وما يلي الشركه اللي هو المستهلك، هذه بالنسبة لي أولوية، إذا وجدتها في أي مكان مستعد أشتغل حتى لو مو في السعودية. ما شاء الله. يعني أنت لقيت يعني خلينا نقول دخلت في كل مجال، نبشت على السلبيات عشان خلينا نقول تو بيلد أب أجين على أساس جديد أو بفكر محمد مدني بطريقة صحيحة من غير ما أنت تلجأ لشخصيات إعلامية وشخصيات إدارية وفي نفس الوقت تجمع بينهم، أنت عندك ذا هول باكج ما شاء الله تبارك الله. يعني يمكن من غير الجيد إني أقول لك محمد إيش يعرف وإيش ما يعرف وصفا، ربما البعض يلاحظ أنها يعني نوع من المدح للذات، لكن ما أشعر به الآن وأنا أتكلم معك فعليا أنه أنا متمكن من أشياء كثير ما كنت حأعرفها
ولا كان ممكن يحصل فيها اي تلاقي بيني وبينها الا ان احتكيت. وانا فخور طبعا باني بادور او بتنقل اكثر في اكثر من مجال، امتهن المهنه الصغيره واجد نفسي في الكبيره مع مرور الوقت، فهذه كفايتي خلاص. ما دام انا قدرت اتقن الصغيره لدرجه اني بتقدم في المجال، انا حصلت على كفايتي. واطمح لاني اوصل للمرحله المريحه والمكان، يعني كل واحد تعب ما يكفي. الان ان شاء الله باذن الله بحلول نهايه 2015 حيكون 15 لي سنه في الفيلد. ما شاء الله تبارك الله. إيه. جميل. طب بالنسبه للفعاليات خلينا ننتقل لها شويه، ويعني انت نظمت فعاليات كثير. مفهوم الفعاليات عندنا بيختلف من 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 شركه لاخرى، من مؤسسه لثانيه، حتى من 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 شركات راعيه لهذه الفعاليات. ايش يعني خلينا نقول اقرب مفهوم وصلت له انت بالنسبه لك محمد؟ للمفهوم الصحيح للفعاليات. يعني احنا الان بكل بساطه تجينا انفيتيشن على الايميل او تجينا لين حد المكتب، ناخذها ومبسوطين، احنا في اي بي، نروح ندخل على ايفنت ونجلس في الصفوف الاولى او في الاخيره ما يفرق، بس ما نشعر بحجم الهدك الكبير اللي حصل قبل ما يحصل. طبعا هذا هو الايفنت اكشلي، مش الفعاليه اللي يحضروها الناس. هذه الواجهه فقط، يعني كانك الكيكه عشان تجهز، ففي كثير اشياء مكونات في الداخل وانعجنت وفي حراره واجهها الشخص اللي حط الكيكه في الفرن. بس في الاخير انت تجي اول شيء حتجربه اللي هو السطح اللي فوق، السكر هذا اللي فوق، على اساس انه هذا اطعم ما في الكيكه. فعليا من تحت صارت اشياء مره كثير. انا هذا تفسيري الفلسفي لمساله الفعاليه، انه في مجموعه من الادوار الاساسيه ما قبل المرحله الختاميه هي هذه الفعاليه. كل الاجراءات اللي تحصل فيما قبل، كل التجهيزات والتحضيرات، توفير الرعاه واللي يقدم الخدمات داخل نفس الفعاليه. هذا المجال امتهنته واسست فيه مؤسسه خاصه مع اثنين ما شاء الله من الشباب، محمد سامر وسامر منشي، في 2008 تقريبا اطلقنا شيء مؤسسه كان اسمها وما زالت هي تعمل اسمها هيلب تيم. هيلب تيم لانه ما كنا نبغى نكون ايفنت مانجمنت، الفيلد كان مره زحمه، فاضطرينا انه نفكر في فكره ذكيه، وكنا بنقدم خدمات لشركات الايفنت مانجمنت. بس هيلب تيم قديمه من زمان ترى، 2008 من 2008 ايوه لها كم سنه وستيل شغال الحمد لله. كل واحد فينا صحيح انطلق في مجال ثاني. انا اضحك لانها ذكريات جميله فعلا، يعني اسسناها من لا شيء، تعلمنا التنظيم في التطور. كان مكتبنا جنب مكتبكم ايام كنت في برنامج شبابي قديم. اي صحيح. افتكر كثير من التفاصيل. صحيح. فانت اللي صار انه اخذنا الخبره والتجربه من التطوع. هذه برضه بعدين مرحله ممكن نتطرق لها، انه التطوع فيه كثير من الفرص، من ضمن فرصه انه ياهلك انك تتمكن من تعرف ايش القدرات اللي عندك. فعرفنا انه جزء من قدراتنا ان احنا ملتزمين، نقدر نوفي بعهودنا التنظيميه، نقدر نقدم خدمات معينه الغير يستفيد منها. فما تركنا التطوع توتالي، لكن عملنا جزء مؤسسي من العمل وجهناه الى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات كتقديم خدمات وغيرها، واستفدنا من المتطوعين نفسهم اللي تطوعوا معنا، استفدنا معهم ككوادر بشريه نوفرها منكم وفيكم في الاخير. طب الان اي شخص يقول لك يا الله يا محمد احنا انا اقعد انقز من مكان لمكان، طب انا خايف تواجهني مشكله او حاجه، في بعض المؤشرات اللي تبان للشخص وتكون هي كعوائق امامه، لكن في تريكس ممكن الواحد يستخدمها، ايش ممكن العوائق اللي ممكن اواجهها وهي ما تعتبر مشكله، بالعكس ممكن تكون ادفانتج لي؟ طيب في التنقل. اوكي انا حجاوبك على السؤال بشكلين. الشكل الاول انت تكلمت عن المعايير اللي على اساسها انا اخذ ديزيشن انه انا حغير هذا المكان. طبعا. نظريا علميا للناس اللي تحب الامور النظريه والعلميه، 3 سنين في الجهه اللي انت تعمل فيها ما اترقيت او يعني وجدت انه الجهه ما بتتطور، هذا معناته في خلل. اترك تماما اللي بعده. ثلاث سنوات ما فيها اكثر من 3 سنوات. واشوف 3 سنوات كثير كمان بالنسبه لي. كافي جدا يعني. انك تكون تعلمت واستفدت وقدمت ما يستحق انك انت تترقى في ما يعني ممكن في المقابل انك تصبر، لانك انت غيرت البوزيشن فتغيرت مهنتك تماما. طبعا. هذا معيار اساسي ما ابغى ازيد عليه، خلينا كذا على الجانب النهائي. صحيح. الجزئيه الثانيه المخاوف غالبا تكون انا عشتها مره كثير. بعض الاحيان اقرر بعد ما اترك وظيفه انه ما حاشتغل في مكان ثاني، انا حبدا البزنس الخاص حقي قبل هيلب تيم وبعد كمان. ارجع اول 500 ريال انزنك فيها ادور على وظيفه. وتشيز المال له علاقه مباشره من ضمن التحديات القصوى يعني. فعشان كذا انصح اللي لقي نفسه 3 سنوات ما حصل اي تغير واوجد المشكله سواء كانت فيه او في الشركه. في الشركه نفسها. يبدا يبحث عن كفايته من المال اللي تسمح له انه يفكر بطريقه مريحه اكثر وياخذ وقت اطول في عمليه البحث عن
مجال ثاني مختلف يمارس فيه مهنة. طبعا الكلام هذا كله على حسب كل واحد وموقعه وحالته في وظيفته. عشان بس الوقت على السريع، ايش بتقول لي رواد الاعمال كلمه كذا بيقول لهم انا جايكم ايش حسوي؟ طبعا عشان برضو يعني نظهر بالصوره اللائقه، انا الان اعمل في شركه لرواد الاعمال. هي مفاجاه ان شاء الله عما قريب. اتوقع باذن واحد احد خلال الاسابيع القادمه حيكون في منصه من خلالها يقدروا يحصلوا على مجموعه كبيره من الخدمات اللي تساعدهم في تطوير اعمالهم. باذن الله انا طبعا مو الفرد الوحيد في المؤسسه هذه او جميل. في الشركه عفوا. في كادر ضخم جدا وجبار ما شاء الله من الشباب والشابات موجودين بيحاولوا يقدموا بقدر المستطاع افضل ما لديهم عشان يكون في عناصر يستفيد منها رواد الاعمال في تطوير مشاريع في كل المجالات طبعا. صحيح، في كل المجالات مفتوحه. محمد مدني، لسه في الشديد الوقت ضيق، لكن انا اشكرك واشكر كل القائمين على هذه المؤسسه والشركه لرواد الاعمال، ودائما وابدا كل على ثقه نكون معك باذن الله. شكرا لك محمد. اتمنى في الاخير قبل ما نطلع لهذا انه ان شاء الله باذن الله على سنه بعد سنه باذن الله احنا على موعد مقابله عن رواد الاعمال باذن الله. حلو، باذن الله، واحنا حنكون معك باذن الله نقدم خدمات لرواد الاعمال. محمد مدني كان معنا الان، طبعا حنرجع لكم من جديد، لكن عندنا فاصل سريع وفي شباب او ساعه شباب حنكون معاكم في باقي فقراتنا، خليكم معنا. في ساعة شباب بعد الفاصل، يسرى المحنوش تستجيب لطلبات معجبيها عبر السوشيال ميديا.